لا هذا ديال الجامعة قال لك ملي مشينا قال لك ما عرفناش وين الأعضاء كاملين الله أعضاء ديال الجامعة هذا ديال الجامعة ملي تيقول لك حيدوا لنا المخازنية واش غنقول لك لا ماشي المخزن اللي حابسكم تيقول لك الأعضاء تيقول لك الجامعة راه باش عرفوا الناس هما كيقول لك الطراجي من عند العمالة أنا هذا الشارع يبقى خاوي الناس هذا كيقول لك شنو الشارع شنو الشارع تفضلوا شكون لكم حنا ما تنحدوش شي حاجة ولا فاصلة ديال الأول حنايا عندنا أصلا طالبوا منا نديروا دار الواد بحال هكا ديال سميتها المهم هذا داكشي زوين داكشي من الطوب باش نديروا لا فكر ديالها باش نديروا لا فكر ديالها واحد يهضر داكشي تنبيعوا حنا راه ماشي عندنا شي حاجة خايبة داكشي تنبيعوا زوين طالبوا منا أننا نديروا لهم معاهم دار الواد دار الواد بحال هكا ولا الضمين ما تنحصروا لنا شارع لا والو عندنا داكشي نقي هاد الناس ناضوا هاد العام تما قال لك جاي قرار من الفوق أن الناس ملي تيجيو للموسم تيبغيو يتصوروا واش الناس كيتصوروا ولا حق هاد الناس كامل ضعافين تما 500 أنا قال لك نهضر معاك أنا هذا الشاكيت باش نكمل قسما بالله الشاكيت دافع عمرك تسال الموت غادي تكمل الشارع الرئيسي اللي غادي من الأحزاب قدام الزاوية الشاكيت من تيسال الموسم عاد تكمل بهم واش قال لكم الناس كيقول لك عبد المجيد رئيس جمعية آباء أولياء التلاميذ رئيس جمعية أخدم التنمية وتعدد الخدمات سيدي محمد خديم إقليم الجديدة كنمارس التجارة ديال الفواكه يعني ب 87 عطاونا هاد هذاك الشارع شارع تقريبا فيه واحد 500 واحد ديال التجار ماشي غير التجار الفواكه تجار الفواكه غير التجار المهم خمسة قلنا 87 30 سنة تقريبا هاد تفاجؤنا هاد العام الجماعة الأعضاء ديال الجماعة قال لك ما تحطوش هنا ولو ما قلنا لهم ودي حنا السلطة اللي كنمشيو عند القايد هو اللي كيمثل سميتو سيدنا قال لك حنا هما القية حنا هما القايد حنا هما كلشي حنا الجماعة نقول والله ما تحطونا داك حنا جايين الناس التجار كاين من مراكش كاين من ابراهيم كاين زمام من يعني من الدار البيضاء زمام رفقوني يعني من حال المغرب مولاي عبد الله كلشي كيعرفو كلشي كيجي ليه دابا قال لك اسيدي داك الاخر دابا جايب عندنا 6 مليون 5 مليون ديال الكريدي قال لك سيروا لوحوها رميوها للخلا حنا ما غتفرشوش هنا ماشي شغلنا حنا الاعضاء المجلس القروي اللي كنقرو درنا تقرير ودفعنا السيد العامل حتى واحد ما غيفرش تما حنا الان حنا ما استقبلنا حتى شي واحد السيد العامل حنا دابا الناس كلشي كيحتاج كيقول لك اودي الا ما دار السيد العامل دابا حتى شي حاجه من هنا غادي نمشيو للمقر العماله ونحتاجو تما وغادي نمشيو واخا نموت واخا يدونا في المدونه على والو قال لك اعضاء الجماعه هما اللي كيديروا داك الشيء بغاو يديروا شي اخرين يجيبوا شي حاجه يديروها تما ما عرفتش علاش الا كانت مصلحه خاصه فحال سبيطار ولا فحال شي حاجه حنا مستعدين نعطيو الدم ديالنا نعطيوه ولكن باش يتعدوا علينا ويحيدونا ما يمكنش هذا راه ظلم خايب هذا سيد العامل ما استقبلناهاش دابا وحنا راه هذا ظلم وسيدنا راه ماشي هادشي اللي طالع به سيدنا هادشي حنا راه حنا غادي ما نسكتوش عليه حقنا هذا مشروع الا كنا مصلحه خاصه واخا دولنا البليس ديالنا وما يمكنش يدور 500 واحد هذا راه فوضى غيديروا راه غيديروا فوضى كبيره الناس راه كاين اللي غادي يتحرك فيه في الكيطون ديالو يتحرك من هنا كنقول لكم وما تعيبوش على الناس راه غادي يتحركوا ولا شي حاجه غير يدير شي حاجه راه السلطه هي المسؤوله على هادشي وهادشي اللي نقول لكم حاجه ما خليت لك قالوا لينا غادي ديروا واحد السي واحد الوقت غاديروا قبه ديال 5000 درهم بحال هذوك القبات راه هما اللي كاينين درناهم عطوا الجلسه اللي ب 5000 درهم باش دارها دابا حنا ما كاين لا وتا هاد الشارع ما كاين لا وتا خلاوه طارتي الفاكهه قرقعوا الاستمر داك الشيء راه ما كاين شي حاجه اللي خضره ولا شي حاجه غتبقى تما وداك الشيء نقي عندنا قال لك اسيدي لا ما تفرشوش